بيقول لي عندي 4 أسلاك يحمل كل منها هذا التيار اللي مقداره 1 أمبير، وتوجد الأسلاك في الزوايا 4 لمربع طول ضلعه 3.7 سنتي. طول الضلع بتاع هذا المربع اللي أنا مشاور عليه بالماوس 3.7 3.7 3.7 3.7، يحمل سلكان من هما التيار إلى داخل الصفحة، يعني إكس، بينما يحمل السلكان الآخران إلى خارج الصفحة يعني نقطة. الراجل طالب مني ما مركبة المجال واي للمجال المغناطيسي الناتج في مربع أو في مركز المربع. بداية هنحتاج لقانونين يو نوت في اي على 2 باي دي، واللي احنا عارفينه وحلينا عليه مسائل كتير. تاني حاجة محتاجين المهارات في جمع المتجهات بتاعت البي نت كمتجه بتساوي البي 1 كمتجه زائد البي 2 كمتجه زائد البي 3 كمتجه وهكذا، محصلة متجهات وليست مقادير. تالت معلومة محتاجينها في هذا الصدد، وهو إن أنا لو عندي، لو حبيت أحدد الاتجاهات بتاعة كان مماس للدائرة عند أي نقطة عند جميع النقاط، أليس هذا مظبوطا؟ وآدي المجال بتاع السلك ده، سلك يمر فيه تيار نحو الخارج، يبقى هنا المجال مع ولا عكس عقارب الساعة. وكذلك يا شباب، لو أنا جيت رسمت لحضرتك دايرة زي دي مع عقارب الساعة، دي الحاجات اللي احنا هنحتاجها في السؤال الجميل دلوقتي يا أولاد. لما أجي أمسك أعمل المربع على هذا الشكل، المسافة بين أي سلك وهذا المركز، المسافة دي اللي أنا هسميها دي نص A، يعني هتساوي 3.7 قسمة 2 بتساوي كام يا أولاد؟ 1.85 سنتي. هنضرب في 10 أس سالب 2، هنضرب في 10 أس سالب إيه؟ 2. أول معلومة هنجيبها المسافة الدي بين أي سلك والنقطة المراد إيجاد المجال عندها، هتساوي الجذر التربيعي لنص A تربيع زائد نص A تربيع، عشان هو قلنا مثلث ده نص A وده نص A، وبالمهارات بتاعتك تاخد الجذر التربيعي ل 1.85 سنتي 0.0185 سكوير زائد 0.0185 سكوير. ده اللي هو مين 1.0185 اللي هو 1.85 ده 14 اس سالب 2، اوكي ولا مش اوكي؟ يبقى ده الرقم هخليه معايا في الايه، في الانسر هستخدمه. المجال بتاع السلك 1 والسلك 2 والسلك 3 والسلك 4 متساوي، يعني البي الناتج عن 1 هيساوي البي الناتج عن 2 هيساوي البي الناتج عن 3 هيساوي البي الناتج عن 4، أليس كذلك؟ كلهم هيساوي 4 باي ف10 أس سالب 7 ميو نوت في أي، صح كده؟ الأي قيمتها 1 على 2 باي دي 2 باي، ضرب الأنسر اللي لسه أنت محتفظ بيه في الآلة، ضرب الأنسر اللي أنت محتفظ بيه فين؟ في هذه الآلة. يبقى أخد الكسر 4 باي ضرب 10 أس سالب 7 على 2 باي ضرب الأنسر، يطلع رقم غريب قوي 7.64 في 10 أس سالب 6 تسلا. أنا كده أوجدت قيمة المجال بتاع السلك الأول منفردا، ومجال السلك الثاني منفردا، ومجال السلك الثالث منفردا، ومجال السلك الرابع. الدور اللي جاي دلوقتي المفروض أجيب محصلة هذه المتجهات، بس المحصلة يا مستر مش هينفع نجيبها إلا في حالة واحدة، لو أنا كنت عارف الاتجاهات، أليس كذلك؟ لما أجي أبص للرسمة اللي موجودة قدامنا هنا ديت، السلك واحد المجال بتاعه في النقطة اللي في المركز، السلك واحد المجال بتاعه في النقطة اللي في المركز هيبقى إزاي؟ بص على الرسمة اللي احنا واقفين عليها بالماوس لو تفكرها، النقطة هذه موجودة فين؟ هنا. يبقى السهم اللي أنا عامله ده مع إنه رايح على السلك 2، بس ده يعتبر مجال السلك مين يا ولاد؟ مجال السلك 1، هذا بي 1. طيب بالنسبة للسلك رقم 2 في النقطة دي هيبقى مجاله عامل إزاي؟ السلك رقم، أنا بكلمك على السلك رقم 2، أوعى تتوه مني الله يخليك، السلك رقم 2 اللي هو الرسمة اللي على اليسار،
النقطة بالنسبة له فين هنا صح؟ في هذا الاتجاه، لأنه عكس عقارب. يبقى هذا المجال بتاع بي مين يا أولاد؟ تعال نشوف رقم ثلاثة. رقم ثلاثة النقطة تعتبر هنا كده، هيبقى ده نفس البي 2 وبي 2. تعال نشوف رقم 3، يبقى أصبح بي 1 وبي 3. الرسمة اللي موجودة قدامك لو رسمت لك المحاور إكس وواي، هيبقى عندي هنا كده مجالين وعندي هنا كده مجالين. من هندسة الشكل تعرف إن الزاوية دي 45 ولا متعرفش؟ المجالين دول اللي هم بي 2 يا أستاذ وبي 4، والمجال دوت اللي هو بي 1 وبي 3. ينفع أجمع بي 2 وبي 4 وأكتب قيمتهم هنا ولا ما ينفعش؟ الأنسر اللي موجود معاك في الآلة لما تضربه في 2 هيطلع لك المجال اللي موجود هنا 15.29 ضرب 10 أس سالب 6. أصبح عندك متجهين، هذين المتجهين بيسألني سؤال في السؤال نفسه، سؤال محرج قوي. ما مركبة واي للمجال المغناطيسي؟ عايز مركبة واي بس. لما حلل اليسار هنا وحلل اليمين هنا، هذا كوساين 45 أو ساين مش هتفرق، وهذا كوساين 45 أو ساين مش هتفرق. تاني يا أولاد، المتجه ده متجه اسمه بي، وده اسمه متجه بي. يبقى البي نت هتساوي 2، ليه 2 يا أستاذ؟ عشان ده متكرر مرتين. ضرب 15.29 10 أس سالب 6 كوساين 45 بنفس الآلة، نفس الرقم اللي موجود في الآلة. عايز بقى أنت حضرتك تقول إنهم أربع متجهات، وتعمل بي 1 كوساين سيتا زائد بي 2 كوساين سيتا زائد بي 3 كوساين سيتا زائد بي 4 كوساين سيتا. طب لو طلب المحصلة على محور إكس، تيجي نجيبها بالمرة. بي نت على محور إكس تساوي صفر.